بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، نهني راعي تنويه، والله نهني راعي تنويه سعيد بن مطر بن سعيد بن حلوه الاشتبي بمناسبه فوزها في اشواط الصعوبه الاولي. ما شاء الله، يا سلام. اشهد ان مخزون من الانتاج، يا بن حلوه. نتمنى لك التوفيق يا ابو سعيد. وابو سعيد، اعود الى المركز الاول، شوطنا الثامن، خصص لي الجعدان الصعوب. نتمنى ان شاء الله التوفيق. هو الشوط الاول الرئيسي للجعدان الطياري بطي بن حميد مبرقع على الشبي. المركز الثاني هناك خليفه بن عبد الله بن محمد الخاطري مع شاهين، نقلتنا الى المركز الثالث. هناك اللي في المركز الثالث درب عيسى بن فارس، او عفوا شاهين خليفه بن محمد بن حسين بن حسين العليلي حشيم. رابعا ايها الاخوه، وتعود ملكيه حشيم الى محمد بن سيف بن محمد بن خلفان القويس. وفي المركز الخامس هناك شعار شاهين ايضا مع شاهين سعيد بن احمد بن سعيد بن حلو. اشواط الصعوب الى اين سوف يذهب؟ الى اين سوف يغادر يا الخاطري؟ الله يطيب خاطرك يا الخاطري، الله يطيب خاطرك يا راعي الطيار يا بن برقع. بطي بن حميد بن برقع لاجتبي مسيطر، ولكن دير بالك من القويس، دير بالك من الاسد الصغير بن حسين. ولكن بن برقع عنده كلام، بن برقع عنده كلام. بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله يا الطياري. بطي بن حميد بن برقع الاجتبي على مضن طياري المختبر، ولا حد من عياله. خف الريس يا بن برقع. نتمنى لك التوفيق. اشوف القادم بن حلوة ولا القويس. طهانينا والناموس. بطي بن حميد بن برقع المركز الثاني، سيف بن محمد خلفان القويس المركز الثالث، سعيد بن مطر بن سعيد بن حلوة. هكذا ايها الاخوة كانت نتيجتنا. دقيقة 55 ثانية، ما شاء الله 59 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.